عايزين في البدايه بعد اذن سيادتك نتعرف كده اصلا على الرياضه دي، لان في ناس كتير عارفين ان في رياضه كمال اجسام، في رفع الاثقال، لكن القوه البدنيه قد تكون جديده نسبيا على بعض المشاهدين، فهي عباره عن ايه؟ هل هي اكتر من نوع في الرياضه؟ تمام، هي رياضه شبيهه. اولا هي رياضه مش جديده، هي رياضه قديمه جدا على مستوى العالم، وهنا الاتحاد بتاعنا من سنه 91 مشهر. بتمارس تقريبا، هي شعبيه لانها بتمارس في كل جيمات دون ان ندري. يعني النهارده الثقافه الرياضيه اللي موجوده في مصر في الاونه الاخيره بتخلي من الجنسين، يعني رجال وسيدات، بيشترك في جيم ويبدا يمارس الاثقال في الجيم. يعني فهو بيلعب لعبتنا دون ان يدري، بمجرد ما يعرف ان هذه الممارسه اللي بيعملها في الجيم ليها بطولات محليه فبيشارك. بالتالي بنقدر نكتشف العناصر اللي هي ممكن بعد كده نزود عليها الاحمال التدريبيه وتبقى تتجه بقى لخط تاني اللي هو العالميه. لعبتنا تتشابه مع رفع الاثقال في انها بتتعامل مع ثقل، نفس البار نفس الاوزان، ولكن في اختلاف في شكل الرفع والتكنيك بتاعها. احنا عندنا ثلاث رفعات، رفعه اللي هي السكوات اللي هي الكرفصاء بالحديد، بيحط البار على ظهره عليه الاوزان اللي هو بيشيلها وبينزل لغايه ما يكسر 90 درجه ويطلع. تمام. الرفعه الثانيه اللي هي البنج بريس، بنج فلات مستوي بينام عليه اللاعب وبيرفع الثقل لفوق، بينزله على صدره وبيرفعه لفوق. الرفعه الثالثه اللي هي الديد ليفت، ان هو بياخد الحديد من على الارض ويقوم بيه. دول الثلاث رفعات. يعني فعلا زي اللي بيحصل في الجيم. اه بالظبط، كلنا بنمارس ده في الجيم. بس قياس الرفعات والاوزان اللي بتترفع مش الجماليات بتاعت حجم العضله وشكلها. لا لا، دي كمال اجسام بقى، دي حاجه ثانيه. تمام، السيمتري والضخامه والديفينيشن والحاجات دي كمال اجسام. هي لعبه قوه، ولذلك الاتحاد بتاعنا اسمه اتحاد القوه بالتي المربوطه. طبعا. واخد بال حضرتك؟ اللعبه دي عنصر القوه فيها بيمثل 80% وتكنيك 20%. وممكن بيبداها اللاعب في سن كبير، مش محتاجه زي رفع الاثقال بيبداوها. يعني مثلا في روسيا بيجيبوا الاطفال سنهم 5 سنين ويبداوا يعلموهم ازاي التكنيك بتاع الرفع من وهو صغير عشان يكبر عليه. ببار خشب، باي اوزان خفيفه، بلاستيك. انما اللعبه دي ممكن يمارسها اي حد في اي سن. احنا عندنا ناشئين بيبدا من 13 سنه في اللعبه دي، وبنوصل للماسترز 80 سنه، وفي ابطال 80 سنه في اللعب. اوكي. بس في بعض الاسر ممكن عندها الانطباع بان يخافوا يخلوا ابنهم يروح الجيم وهو اقل من 16 17 سنه، من منطلق ان الحديد زي ما بيتقال بالشكل الشعبي الدارج بيضر، بيأثر على النمو وبيأثر على الطول. الى اي مدى الكلام ده صحيح؟ لا لا طبعا، دي افكار مغلوطه وقديمه، ويعني علميا لم يثبت هذا اطلاقا، بالعكس. أوكي. يعني حضرتك كان زمان يقول لنا اللي بيلعب عقله بيطول. مفيش حد، دي هرمونات ضمن الموروثات، هرمونات جي اتش. انا اللي حضرتك كنت مصدقاها يعني. طلعت كذبه. لا 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 طبعا كذبه جدا، يعني والا ما كانش حد غلب يعني. والله صحيح.